شبت النار بالسمر والغضاء والرطب، تقليد اجتماعي سعودي عميق. اليوم حدث. ما الذي حدث؟ طبعا ما في شك انه هذه شبت النار هي ضاربه في جذور ثقافتنا، هذه مرتبطه بالعيشة في الباديه، وانه كانوا ياخذوا العروق الميته وغير ذلك. الان اصبح عندنا افراط في الاحتطاب، كميات حطب كبيره. احنا صحيح عندنا تنوع نباتي وعندنا 2300 نوع، لكن كثافة القطاع النباتي قليلة، وهذا شيء واضح ما يحتاج له إثبات. النمو بطيء نتيجة قلة الأمطار، يعني يمكن الشجرة في بعض الدول الغنية بالأمطار 1000-2000 ملي، ممكن الشجرة في 10 سنوات تصبح شجرة بالغة. إحنا عندنا عشان تصبح شجرة بالغة 50 سنة 100 سنة. طبعا الاحتطاب أصبح فعلا تحدي خلال السنوات الماضية. أودية كاملة فقدنا فئات، سواء كان من المواطنين أو من الوافدين، بدأ يأخذها كمهنة، يقطع أشجار خضراء. كلمة احتطاب هي قطع الحطب، الحطب هو في اللغة العربية هو شجر الميت، أما العرق ميت، لا يسمى لشجرة خضراء حطب، مثل ما نسمي، أنا سلمت على جثة، جثة معناته ميت. فالحطب أساسا في مفردات اللغة العربية عندنا هو الشجر الميت، إما شجرة ميتة أو عرق ميت. الاحتطاب أخرج عن الممارسة الشعبية القديمة إلى اجتثاث. الآن يأتي شخص بمنشار كهربائي يأتي إلى وادي كامل ويقضي عليه، وأصبحت تجارة. طبعا الشخص اللي بيكشت وكذا يمكن ما يستحضر الثمن البيئي الباهظ. إحنا اللي سويناه كالتالي، طبعا كان لابد من إيقاف الاحتطاب بهذا الشكل، لأنه لو نوقف سيتوقف طبيعيا، لأنه خلال سنوات قليلة حتنتهي الأشجار على هذا النمط. تم إيقافه بخلال الأنظمة واللوائح وشددت العقوبات، لكن في المقابل أوجدنا بدائل الحطب، سواء فحم مستورد أو حطب مستورد من دول غنية في الأشجار وترغب في تصديرها لنا، وأوجدنا بدائل الحمد لله. أنا ودي أناقشك في هذه البدائل. أول شيء، هذه الظاهرة صار فيها تفاعل اجتماعي مختلف، يمكن أنت تابعت جزء منها. أعطونا لو عندكم صور، أعطوني إياها خلينا نشوفها. اعطوني ما هي مشكله، اعطوني الصوره. مساكم الله بالخير اهل التيك توك. المكيف هذا للبيع، والمكيف هذا للبيع بعد، البيع على سعر. لاحظت يعني انه بداوا الناس، يعني تحولت الى شكل من اشكال النكته، انه هذا المنع وهذا بداوا خلاص ابيع المكيف، وتراه يقصد. حتى من خلال البحث وزودونا كثيرين بصور لطرق على المواقع الإلكترونية، في طرق خاصة وفي طرق عامة، حتى يباع على مواقع معروفة. أعطونا الصور حقت عادي، أعطوني خلينا نوريك يا دكتور عشان تعلق مرة واحدة عليها. حطب محلي في تندحة، والخميس وضحي، والرقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة. الشباب شالوا الموقع، هذا أحد مواقع الحراج المعروفة، موجودة هذه القصة. طبعا ايوه، وهذا حطب، شوف حطب 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 في كذا. طبعا هذا كله مخالف للنظام. طبعا القوات الخاصه البيئيه يعني تتعاون وتضبط كميات كبيره من هذه، وتتعاون مع المركز. حطب سمر يابس مسح. اي نعم، هذا كله طبعا يعني كلها يعني يتم متابعتها، هذه تجاره محظوره، النظام يمنع منعا باتا التجار في الحطب المحلي. الحطب ايش غرامته؟ الغرامه 5000 للمتر المكعب، وفي حاله التكرار تضاعف، توصل الى 16. طبعا اذا كان القطع في محميه، اذا جاء قطع في محميه وثبت انه جاء، يعني طبعا هيكون في مضاعفه، تصل الى 16000 ريال للمتر المكعب. طبعا لو جيت انت حسبتها ترى هي نفس الغرامه القديمه اللي كانت بالطن، بس ما كان صعب تطبيقها لانها كانت بالطن، كان الطن ب 10000، كان تطبيقها وايقاعها. طب كيف وزنتها الان بالمتر المكعب؟ وهذا شيء يعني بالحجم، يعني بالحجم يحطها في حيز ويسوي صور، وفي لها اليه لاثبات. ايضا طبعا سقف الغرامه ارتفع،
لأنه في الماضي كان السقف 50,000، فأنت أدفع 50,000 بس واشتغل ليلي بأربعة بعوضها حسب أحط ضمن التكاليف. بالعكس كل ما تزود كل ما كان أكسب لك يعني، لأنه فعلا يحسبها يقول لك أنا لو قطعت شجرة ولا قطعت 100 لا أحسن لي أكسب لي. فلا تغير الآن السقف عالي ومتناسب مع الكمية يعني. أوكي. الناس بدأت تتجاوب وبدأوا يشترون الحطب بالمستورد، بس يقولون عنده مشكلتين معه، المشكلة الأولى أنه غالي، والمشكلة الثانية موضوع الريحة. يعني جيبوا ليش تجيب لنا شيء بعيد عن، جيب شيء على نفس خط الاستواء حقنا، نفس الريحة، نفس قريب يعني. يعني أنا أتصور في أنواع كثيرة مشابهة أنواع المحلية يعني في دول على نفس تقريبا خط العرض. فأنا أتصور من يوم يعني إحنا حتى التقينا مع تجار الحطب المستورد وغيرهم، كان يقول أنا أجيب حطب مستورد، الحطب المحلي متوفر وبأسعار رخيصة ومرغوب. فما الآن لما أصبح المنع في توجه بالعكس. كيف تساعد التاجر الحطب اللي يقول لك قطع رزقي؟ أولا أنا بقول لك المحتطب الآن اللي بيمارس الاحتطاب هذا يعمل في عمل غير نظامي وستعرض الغرامة والعقوبة، لكن إحنا نساعده نتحول إلى رجل أعمال وفي تجارة مشروعة، يعني يستطيع أن يحصل على تصريح. يعني مئات التصاريح أصدرها مركز الغطاء النباتي. الآن أنا قبل ما يعني أجي تكلمت مع رئيس مركز الغطاء النباتي وقال لي أنه في كميات كبيرة جدا من حطب مستورد بدأت تدخل المملكة. أيضا يستطيع الحصول على قروض من صندوق التنمية الزراعية على فكرة، يعطونهم قروض، يعطيهم قروض عشان يستورد. وأيضا يعني لديهم إعفاءات جمركية، أيضا يستطيع الحصول على محل يعرض في أسواق النفع العام تحت إشراف وزارة البيئة والنمو والزراعة. ايضا اعطينا تصريح للبيع المتنقل، يعني في ناس يجيب سيارات معينه وياخذ تصريح اذا كان حطب مستورد ممكن حتى يبيعه ويروح لمناطق التنزه ويبيعه. فبنحاول نوجد تسهيلات تحول المحتطب المخالف الى رجل اعمال ومستثمر ويساهم في اللي طالع للبر يسمح له انه يحطب حق الوقت حقته وشبت. لا طبعا النظام يمنع، ممنوع حتى ممنوع. طيب يعني يجيب حطب هو المستورد معه، يجيب حطب معه.